الو وي هاني انا في الطريق ايه خلاص ماشي مشكل الزبده والحليب وليكوش ايه بوك نجيبوهم انا في الطريق صح اسمح لي خويا راك تعرف اني نهضر مع الدار ايه معليش خذ راحتك ايه. سي نورمال خويا خذ راحتك على بالك هو مات الو ايه قلت لها نائمه قلت لها ايه خلاص هيك الخميسة قلت لك خميسة داروا حشا صح ايه و التليفون له مديور باش الدار كش ما يسحقوا هذه دنيا سي نورمال هذه الدنيا الو ايه خلاص عمري بكرة شوفي مولا غير بحقيقة نسيتها بس لوين جت في راسي خلاص صح روح تقعد روح خويا جوز روح اسمح لي خويا معليش نسقسيك معليش نورمال ما تزعفش نورمال هذه اللي تعيط لك الدار مرتك ايه تا اسمح لي تعيط بزاف مشي هكا لا لا صح ولا غير ساعه بالك لا عييت تتأمل ماني نروح برا ماني نخرج ماني ندير وين وصحابي ما نتلاقاش بهم كاه ممنوع ما تقعدش كاع في القهوه تلقى مريضو تبقى غير تعيط حتى يدي شارجه التليفون تأمني حاجه ما بويا ما والله ماني نشوفها يا لطيف والله لا يا صاحبي وش عندك في الدار يا صاحبي ما فهمت جدوره واعره راني مضروري يا صاحبي راك غايضني عباك شغل حالتك راهي تشفي والله غير شوف كيف راك مكرفص شوف نعطيك عقليه شوف كي ريحت لك صاحبي دوكا تعبك وش دير كي تروح للدار ايه تاكي تدخل انت ما تدقدقش صح مالف الدقدق عندك مفتاح انا مالف الدقدق باه ندخل ما في الدقدق باش تدخل ما عنديش ولا طولت ما تحلكش الباب باين انت تمشي تالي تحل لك الباب تاعك انا نروح عايش جاري صح شوف وش دير انت وش دير تطرطق الباب اضرب كاع واش كاين الباب خذ رايي واش راني نقول لك تباني انا انسان نعرف انا نسير ونقول طرطق الباب افرع الباب هاكا ودخل وبدا تخبط في البيبان تواقي كذا ودير روحك ماكش مليح راك منرفي فاهم وكي جات تهضر معاك تهضرش معاها فاهم خذ رايي واش راني نقول لك يا خويا فاهم شوف المرأة صاحبي صاير لها كي السلوم كل يوم تسيب درجة فاهم شوف انت راهي طلعت لك فوق السلوم فوق الدروج في لاكاج ديسكالي راهي معرشت لك فوق القرمون شوف انايا مشي بالزوخة عليك ماشي بزاف وسمني سعيد الله يبارك سعيد وهذه مبروكه هذه الله يبارك ولا غير شبع عجبتني هذه ريحه جدود هذه تاع جدي الله يبارك عجبتني كي طلعت وغلقت الباب في غرضك انت يا مسكين انت تغيظ انت غاك غايضني لا راك تشوف على بالك شدني شوف نعطيك عقليه قلت لك نهار الاول قالت لي يماك ما عجبهاش الحال وتشنفت كي شدينا مالي نتعشى انت يما ضربتها بكف صرحتها وهي واقفه من هذاك النهار خاطش عباك حنايا دوك نحكي حنايا العراس تاعنا شويه ماشي كيما الناس فاهم حنا باريكسومبل العراس هذوما تاع دوكا يديروا زعما العرس يديروا عرسهم صح بصح ما تزوج تتصدر بصح ما تزوج ومن بعد يستناو حتى 15 يوم بعد ما تدير عرسك ايه هذه مازال ما تزوج تعرض نسابك يجوا يتعشاو عندك هذه غير نسابك وما تاوش يديروا نسابك يعاودوا يعرضوك انت وداركم راك فاهم يسمى غير خاوتك وباباك وكذايا هذه قاع مازال ما تزوج اللي خسر 100 مليون قال تزوج واللي خسر 10 ملايين قال تزوج واللي خسر مليون قال تزوج هي حكايتها قاع زواج وانا كيفاني بان لك انت كيفك تبان لي انت كيف حبيت نسقسيك معليش انت ساكن في داركم ولا ساكن وحدك؟ انا عند زابي صاحبي تراك مخاض ولا صاحبي لا تراك النشاب اسمح لي قدرك عالي اسمح لي لا ماشي هكا كونك راجل وما ترفدش هباك ترفد اني العوس يا ودي انسى التليفون ما ترفدش كاع هاي تعيط بالك ترفد قول انا راجل ما نرفدش انا راجل ما نرفدش عاود معايا قول انا راجل ما نرفدش يا ودي انا راجل ولا ما نرفدش انا راجل وما رونديش وما نرفدش انا راجل وما رونديش وما نرفدش قول انا راجل ما نرفدش ايه انا في الطريق لا السيد كان يهدر معايا برك هذا مكان ايه طولت شويه راني جاي اني رابيد دريج صح شوف طولت شويه توزوزك ما ترفاش شوف انايا شوف ماشي بالزخ عليك انا دوكا لا تعيط ما نرفاش اي بورتون شغل انايا شغل بالكف الدار
هاك شو ها هاوي صوني ها هاي بعينك هاوي وش مكتوبة وش مكتوبة قرا الدار صح ولا قرا الدار إيه ها ما نرفج ما نرفج ما نرفج أنا يا وش بيك هذه تعوير راك ومعمر راك هذه قاع ما كاش من هذه يا عندك والله العظيم وش هذا إهبال هذا يا وش بيك أليخاندرو تايو أنت ديكابريو تايا باش تبقى تعيط ياك شو كيف مكرفص شكون حتى تغزر فيك تايا هاي قول لي شكون حتى تغزر فيك هاي باش هاي تعيط لك وتقول لك وين راك وتغير عليك ومانيش عارف ما نفهمش أنا لا بليز خويا أنت خدام عند الناس باين تايا أنا أنت دايما اللي يحكموا فيك قاع تايا نخدم في عند سيبي في جاردينا نسقي الورد وكاع بابا ماك مضرور تايا مضرور صاحبي إيه دوكا برميس وخرج طلقتك شكون اللي خرجت نشوف شوية برا ونعقل عندك خرجت الحق خلاص ما تطوش ما تطوش روح روح ايوه شحال نعطيك خويا 50000 برك 50000 ها ثاني عرف راك خويا شيك شغل مرات تعطيهم لي حسابك فاهم روح خويا روح ربي يسهل روح روح شو كي ما رفتش واعر شوي يا ودي روح راك مع واحد راجل له نص و25 مش بيه يا ودي خويا ولا غير خويا يا ودي خويا روح روحك مع زعيم روح روح راح تخلصها غالية روح انت تعرف انا اخلصها غالية انا اخلصها غالية روح صاحبي روح روح ربي معك روح الله يعاونك روح بشوية بشوية صح الو لا لا عندي غير انا لا وشنو ما عن لا لا انا قلت خليتهم يتلاموا قلت نغسلهم على جي خير هذا البرنامج برعاية اتصالات الجزائر اتصالات الجزائر دائما أقرب قدم لكم هذا البرنامج برعاية آجل آجل اللي يهمنا هو أنتوما إكسترا البنا بدون حافظ مع رامي ردها إكسترا شيب سلطان 100% بطاطا طبيعية شيب سلطان عيش سلطان زمانك شبعت بالبلبلنا باستا سوسيمي شبعت بالبلبلنا باستا سوسيمي تشبع وتا بالبلبلنا باستا سوسيمي شاي إليفانتو 55 يعطيك الحيوية والانتعاش وجامي تنسى بنتو حقا يوم دلتك انت على المعن كيفاش؟ ندير كامل هاد المال ما كنتش ضامنة اللي الدنيا بهاد القساوة سمحي لي يما قلبي ما يحملش ويدي مساكن وجدنهم يروحوا ضحية في الحكام بنتي فكينا من المسلسل ديالك مع أجل بالغوت فريها سائل الأواني أجل بالقوة الفعالة يزيل الدهون بسهولة أجل سهلة ما تصعبهاش استفيدوا من العرض الخاص لشهر رمضان الكريم شيب سلطان 100% بطاطا طبيعية شيب سلطان عيش سلطان زمانك يا
وش هذا الفوضى؟ وش هما طلباتكم؟ طاستا وصوصي ميل. وش حال نحب لابي فوق سباغيتي جاجة محمرة بتليتلي سهلة في طيب وتغدي سلاد وترسادي ولا قراتها بالبيني تشبعتها بالبلبنة أوه تو فا بيني تقلي عتيل على كربونارا لا لا او مقعون مقع حما برمدو زعي تراب بركوكوس ولا حمصة زيدلي زوج طباصة باستا وصوصي ميل تشبعتها بالبلبنة باستا صوصي ميل باستا صوصي ميل.